السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه miniworld.run. ده بيعمل ايه؟ انت بتكتب اي حاجه عايز تتكلم عنها، تمام، تيجي هنا تكتب اي حاجه عايز تتكلم عنها وهو اوتوماتيك يعملها لك 3D بالشكل دوت. فظهرت معاك بالشكل دوت، تقدر ان انت تلفها 3D بالشكل دوت. انت شايف العنكبوت اهوت، تمام، اي حاجه بتكتبها بيبدا يظهر معاك، وتقدر تغير البيئة او الخلفية اللي موجودة من خلال الاشكال اللي موجودة تحت دي. تقدر تختار واحدة فيهم وتدوس عليها فيتغير كله بالشكل دوت. مجرد ان انت تدوس عليها هو بيبدأ يغير لك الخلفية وكل المعلومات اللي موجودة حوالين الشكل اللي انت عايزه. طيب ممكن بعد كده تحمل الصورة دي لو انت حابب، تقدر تكتب اي حاجة، ممكن تكون عايز تشرح حاجة مثلا في الفضاء، فاول ما تكتب له سبيس يبدأ يعملها لك سبيس بالشكل دوت، وتقدر تشوفها 3D، وتقدر تشغل صوت، وتقدر ان انت تشوفها VR لو انت عندك ال VR تقدر انت تشوفها. وخلينا نحملها مثلا، فعملت الصورة دي اتعملت من خلال الذكاء الصناعي وبقت 3D كمان، يعني هو عمل لك 2D وال3D بتاعتها زي ما انت عايز. تقدر اي حاجة انت عايز تشرحها بتفكر فيها، الكواكب، اي حاجة تكتبها هنا هو يبدأ يعمل لك الصورة 3D.